سريع لانه الغرض ما يرد العارف، انما دي سلايد يتورر من السلينك. ما هي النولج ولادك؟ في قريب 400 ديفينيشن، واحدين بيقولوا انها هي ايكونوميك سوشيال كونسيبت. كثير من الباحثين واحدين قالوا هي ويلث، المعرفه هي ثروه زي ما احنا بنستعمل ده في الدائره الشباب البلديه، هي ثروه المعرفيه. واحد بيقول انها ريسورسز، في ناس البنك الدولي بيقول لها ريسورسز، في ناس بيقول انها تول اسيتس. فلقينا في خلط كثير في ما هي المعرفه. واحد بيقولوا كرنسي، هي عمله، لانه دي اهم حاجه، يعني عندك فلوس بتقدر تعمل الحاجه اللي عايزها. وفي ناس بيقولوا انها برودكت، منتج تستخدم وتبيع وتشتري وهكذا، تبادل بين برودكت اخر. وفي ناس بيقولوا انها فاكتور اوف برودكشن، تساعد في الانتاج والافشنسي. وفي واحدين بيتكلموا عن النولج ككومبتيتف ادفانتج، ودي حقيقه قالت توني بلير في اوكسفورد، بذكر في عام 2000 كان مؤتمر الصين في اوكسفورد يونيفرستي. هي سيد قال له يو كي از ديكلاين ان اتس برودكشن، وي لوست مانيفاكتشرنج، وي لوست اور كاست اند سو اون. And Tony Blair replied at that time, he said, still we have the knowledge and we have the innovation. So the whole UK at the time he was referring to is based on knowledge and innovation. Clinton at the time, America was very high. He was being asked what made America so powerful. He said education and technology. So knowledge is a competitive advantage it can give you. And also some people call it value. Some people say as a servant. واحدين بيقولوا هي سيستم وهكذا، واحدين بيقولوا ويل سبرينج وغيره وغيره. ده لقيت الديزاين ده عجبني الناس ثينك ديت. فهو انت حاجه بسيطه بتوري، لازم نفهم فيه مع ثلاث حاجات، في داتا، صور، فيجرز، جرافس، اسكتر ما هو نظام. بذكر في البرزنتيشن جابوا قطرات المياه في المطر، فالداتا دي لما تيجي تنظمها مع بعض بتكون انفورميشن. لكن الانفورميشن دي عشان تكبر نولج ويقدر معالي وكيل ده الشؤون البلديه يتخذ بها قرار، زي ما كثير من القرارات حوريهم قرار بين على نولج هتشوفوه بعد شويه في بلديه العين، لازم تكون انتقلت من مرحله اسكتر داتا وبعدها اتحولت لانفورميشن مرتبه وبعدها بقت معرفه على ضوء يتخذ قرار. وعندنا قرارات اتخذها المدير التنفيذي للشؤون البلديه هيز اكسلنسي محمد صغير بيس على اخر حاجه وصلتها اللي هي النولج، انه الناس بعدين يعملوا بوكينج وطلعت على قرارات وهكذا. فده اللي بنتكلم عنه. الحته المهمه في الموضوع ده عشان نمشي سريعا، عالمه الاي تي الكلام ده كثير بيكون فيه كونفيوجن. النولج از نوت انذر فورم اوف انفورميشن، لكنهم في اوفرلاب بيناتهم. ليه بيستعملوا النولج؟ لانه قالوا از ذا اونلي سورس اوف ايكونوميك ديفلوبمنت، وفي ناس اكدوا قالوا انها ات ويل جيف يو كومبيتيف. ده كله كلام علمي مثبت وبتديك يعني in order to succeed organization have to view knowledge as an asset. ده اللي هو كلام جاد كثير وهكذا. Many organizations حولوا نفسهم لنولج organizations to take better decision making. وفي جيرماني في كيس مشهوره ممكن نطلعكم عليها، ادت المعرفه اللي هي مثل ديبوزيت امباكت اون البرفورمانس امبروفمنت ان مالتي ناشونال كوربريشن. فلو النولج قدرت تزيد البرفورمانس في مالتي ناشونال كوربريشن زي بي ام دبليو، بالتاكيد المفروض تزيد البرفورمانس، لانه ده موضوع اساسي عندنا في الجفرمنت هنا وفي كل الدول في العالم. في ماليزيا الدول بتاعت اسيا احنا برضه بنرجع لها كريفرنس، امبروف ذا وير كواليتي، دي مهمه، الوير كواليتي مهمه. وفي انجلترا كل العلم بيقول ذا مومنت يور يعني اللحظه موظفك في الدائره او في سوري في الحرب في الاورجنايزيشن هي دازنت لايك تو كم تو ذا وير از بيتر تو جيت ريد اوف اور يو هاف ذا بروبلم. يعني انت عايز الورك انفايرمنت دي مهمه، يو وونت بيبل تو لاف ذا ورك والنولج بتاعك الحاجه دي، ودي مهمه جدا. افشنسي بيتر ديسيجن ميكنج، عايز انك تاخذ قرار سريع ما يتاخر وهكذا. ان اب تو ديت انفورميشن اند كاستمر ساتسفاكشن. احنا في البلديه والنظام البلدي المفروض الطابق الارضي ده كله كاستمر، انت عايز الناس يكونوا مبسوطين وات ايفر وات ذي وونت، لازم تخليهم مبسوطين.